وبعض الإخوان يعني يكون عليه الصلاة أمرها ثقيل وشاق، إما بالكلية فيشق عليه الصلاة سواء من طلبة العلم أو من غيرهم أو حديث عهد بالإسلام، أو يشق عليه بعض واجباتها أو مندوباتها المؤكدة. فمن الواجبات في قول كثير من أهل العلم وهو جماعة، فبعض الناس قد تشق عليه الجماعة ولكنه يصلي. فنقول إن أول ما يلزم المرء بعد العناية بالصلاة أن يدرب نفسه عليها بأمرين. الأمر الأول أن يأتي بالشيء مع مندوباته، من أتى بالواجب مع مندوباته فإنه في حال كسله وضعفه فإنه يأتي به بعد ذلك على سبيل الوجوب ويترك المندوب، وهذا واضح، وهذا معنى قول أحمد إن الذي يترك لنا الرواتب رجل سوء، لأنه في حال ضعفه وتوره قد يترك الفرائض. الأمر الثاني أن يعنى بالصلوات الآكد، وآكد الصلوات الخمس العصر ثم الفجر ثم العشاء. فهذه الصلوات الثلاث من حافظ عليها فإنه سيحافظ على الباقي، بل قد نص أهل العلم أن من حافظ على صلاة العصر فإنه سيحافظ على الباقيات، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فصلاة العصر المحافظة عليها مؤكد آكد من غيرها. وما شغل بعض الأنبياء إلا عن صلاة العصر، فقد شغل سليمان عنها وشغل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة الخندق، وما صلاها إلا بعد خروج وقتها. فلذلك إذا رأيت شخصا تثقل عليه الصلاة فقل له عود نفسك على المحافظة على صلاة العصر، هذه هي وسط الصلوات، فمن حافظ على الصلاة وسائر الصلوات حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فإنه سيحافظ على باقي الصلوات بعد ذلك.